لعب أو خمس مباريات على مستوى البطولة هو نادي أبها يتصدر ويبتعد على مستوى النقطي في الفوز على إذا كان في خطأ قريب جدا. تشاهد الحلوان يعتلي الترتيب ب 23 نقطة، الشباب لديه لقاء مؤجل مع الاتحاد مستوى الليث الشبابي، لكن الفتح عنده أسماء كبيرة يعني 36 سنة مصطفى ملايكة في الباطن ونتائج العدالة والخليج على مستوى دوري روشن في هذا الموسم. ممكن تكون الأمور صعبة هذه المسابقة. هذا خطأ في الكرة والتسديدة خطأ ومن ثم إبعاد 4-3 بركلات الترجيح. كرة من زيد البواردي اللي يقدمها الفريق الشبابي اللي دائما هذا الفريق اعتاد على مستوى البطولة. فاز على الجارة ولكن خسر من نادي العربي الكويتي والفريق الفتحاوي. المبرز في منطقة الأحساء تأسس في عام 1958. شوف الصورة والحديث ومحاولة والإشاهد بالمناسبة مباريات نادي النجمة والعرض الخاص. يحاول تطوير هذا الفريق الشاب والاستفادة واثنين وأدائه الكبير عبد الله الشيحان مع النجوم الكبيرة اللي كانت تتواجد مع الأخضر السعودي في تلك الفترة. وقدم زيد البواردي خالد العسيري في بناء الهجمة العمران في الاستلام يلعب الكرة عرضية خطرة بالراس تتهيا وايضا ظهور حارس المرمى والدفاعات في اللقطه الماضيه في ملعب المباراه كثيرا على مستوى سعد المولد اللي يغادر ملعب المباراه وعمار الخيبري اللي يتواجد في هذا التوقيت عن جانب النموذجي والضغط موجود والعرضيه وابعاد خط على يا سلام يا سلام لو عدى لقطه جميله من جانب ناصر العمران. كرة طويلة الأمام والله زياد الجري اللي في اللقطة الماضية رقم ثلاثة مدافع اللي أبعد اللقطة الماضية بطريقة سليمة. كرة في الناحية اليمنى اليامي عبد الله حلو الاستلام من جانب البديل عبد الله اليوسف اللي أخطأ في خلف الدفاعات لكن تشال الشمري طويلة من اليامي في الكرة الماضية كرة تمريرة للفريق الاتفاقي أيضا أربع مواجهات. يعني الأمور بالنسبة للفريقين لسه بدري في 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 الدوري الرديف لسه بدري في دوري الرديف، لكن أتمنى من ضمنها عبد الله العويشير مثل الشباب والاتفاق ايضا فهد غازي سبق نادي الاتفاق بهدفين مقابل الشيء على الشباب 2-0 2-0 اتفاقيه 2-0 كيل فيصل الغامدي واحمد الغامدي من الاتفاق يتواجدون هنا. لقطه خطيره اليامي في التغطيه اليامي في الابعاد برافو اليامي ابعد الكره الى اليامي استفضل يوسف نياكاتي يريد أن يقدم الأفضل يريد تلعب الكرة محاولة شبابية البواردي يحاول زيد ولكن نياكاتي ما بين نياكاتي والبواردي الكرة تذهب لليامي يلعب الكرة الشويرخ تبعد الكرة استلم الكرة يبحث عن زميل يعود لليامي يمرر كرته إلى الطرف الأيسر تلعب الكرة اليامي حامد يلعب كرته فيصل يتركها بطريقه مميزه ليوسف نياكاتي يلعب الكره الطويله العويشير راسيه
عمران ارتطمت في القائم اللقطة الماضية ومرت الفرصة الذهبية للكتيبة الشبابية، فرصة ذهبية للشباب، عاد مرة أخرى للقاء لكن مرت، ارتطمت في القائم ومرت الكرة، تقدم أحمد، خطير أحمد، خطير أحمد، خطير أحمد، خطير أحمد، ولكن قطعت الكرة. فاقي عملية التمرير لحامد الغامدي، حامد في وسط الميدان ينتظر زميل يمرر كرته، تعود مجددا للكتيبة من ياكاتي، يتقدم من ياكاتي، يلعب العرضية اليامي في التغطية، الكرة لا زالت شبابية اليامي، يلعب الكرة اليامي، الشباب يحاول فيما تبقى من وقت للعودة في هذا اللقاء، الأمور تتجه أو غاب متعب الحربي في التشكيلة الأساسية في فريق الشبابي، نشاهد حسين الصدر.